شكلك تحكي لنا واش فيه. تفضل سي عزيز تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ريحي عزيز من نادي لوكوس العريش. الحمد لله توفقت السيمانه اللي دازت باش انني نحرز واحد المقعد في تير بالدقه لبطولة المغرب ان شاء الله اللي غادي تقام في الفقير بن صالح ايام 18 19 من هذا الشهر. والحمد لله غادي نمشيو نمثلو نادي العرائش باحسن تمثيل. وبالنسبه لكاس المسيره هو في الحقيقه داز واحد الظروف اللي هو اخويه ورياضيه، والحمد لله كاع الاخوان اللي شاركوا في هذه لي كومبيتيسيون يعني ما وقع حتى شي صداع ولا شي مشكل بحال هكا ديال اللعابه. بالنسبه لنادي العرائش توفق انه يجتاز الادوار الاولى وتاهل الانسيزيان. ما سعفوش الحظ، خسر في الانسيزيان مع فريق اللي هو من المنتخب الوطني، فريق ستاد ماروكان، خسر ضده وبقاو ثلاثه ديال العصاب اللي بقاو في المربع الذهبي اللي هي عصبه الوسط، عصبه التفيلات، عصبه ابتداء المربع، وعصبه الشمال الغربي. بالنسبه للمباراه ديال الربع النهائيه توفقوا نادي ديال الصداقه ديال تيفلس ونادي كازا ديال ايطاليا ديال الرباط، نادي التقدم ديال الرباط، يعني العصبه ديال الوسط احتكرت بمعنى الكلمه على هذا الكاس هذه. والغلبه رجعت للنادي الصداقه ديال تيفلس اللي هو خدا المرتبه الاولى، نادي كازا دي سبانيا اللي خدا المرتبة الثانية. بالنسبة للمرتبة الرابعة والثالثة كانت نادي شيج الماس المتفيلات ونادي التقدم من الرباط. شي جوائز خاصة المرتبة الأولى خدات نادي الصداقة الجائزة الأولى تقريبا واحد 30,000 درهم، هاد لي ميدال وثلاثة ديال لي ميداي وبليس لاكوب. لاكوب ديال بالنسبة للوصيف البطل خدا واحد 10,600 درهم ياك أكثر. الوصيف الوصيف شي 600 درهم. لاكويش كاين لاكويش ما تيمش مارتش فينا لاكويش. شنو تقييمكم للمستوى ديال البطولة؟ متوسط؟ والحمد لله كان المستوى كان النيفو شي شويه طالع بالنسبه للاخوان ديال عصبه الوسط اللي هي احتكرت كما قلت. كان فيها ابطال، كانوا ابطال مغاربه وابطال عالميين حضروا في حضروا.